معنا المتسابق الثاني اليزيد الدوسري. حياك الله اخوي اليزيد. هلا والله يا مرحبا. جاهز نشوف المقطع؟ جاهز. توكلنا على الله. شوف المقطع معك. تكبر. مخرجنا الغالي. لا يا عبد الخالق بالله عليك. ممكن كذا كوبليه بسيط من وحشتيني. يا ولد والله ان العطره قريبه. تكفى يا عبد الخالق. لا بالله عليك. يا اخي يا بابا. يا بابا هذا صوت. بالله يفكنا عليك. فكنا الله يرحمه والديك. يا بابا ما عليك في هذا يا بابا، هذا مجنون هذا، فكنا منه. اعطونا اياها. والله ضيع محشتيني. لا لا لا. ارفع الصوت. وحشتيني وانا لي في الدروب دروب، سوى دربك ودربك مالين عيني، تمر قلوب وتحاول كثير قلوب، وانا احبك حفظته في شراييني. وحشتيني ولا لي في الدروب. شفنا المقطع اليزيد، وضح لك الصوره ولا لا؟ في البدايه ما فهمته بس فهمني. كان طيب، هو احد المتسابقين شاعر. ايه. هو كاتب ابيات. ايه. وتاثر من الشيلة. تأثر من الشيلة؟ نعم، هي أبياته. أبياته أي حلو. نعم، وتأثر من الموقف أو من الأبيات هذه. يمكن الأبيات اللي كاتبها هو في موقف حساس يعني. ممكن، لكن البعض يقول يا أخي ليش أتأثر أمام الشاشة؟ مهما كانت الأبيات تلامس روحي، فيكون إني بيني وبين المشاهد إنه امسك نفسي يعني. ما فيها شيء لوحدة بكر. شلون؟ ما فيها شيء لوحدة بكر. طيب، موقف المذيع. ايه. المذيع يعرف ان شاعر اورنس يتاثر في هذه الابيات، ومع ذلك شغل الشيله. هل تعتقد ان تصرفه صحيح ولا لا؟ تصرفه يعني وهو عارف عنه يعني. نعم. وهو عارف انه حساس من ناحيه الموقف. نعم هذا. نعم. ما يصلح تصرفه هذا، ما يصلح، لان الموقف هذا في القصيده هذه كاتبها على شيء يعني حساس، يعني موقف حساس. فلذلك المقدم او اللي تكلم على القصيده او سمعها القصيده يعني اسلوبه وطبعه ما يصلح، يعني انه ما قدام الشاشه وقدام الناس وقدام الله وخلقه يعني. ما المقصد انه اذا كان الموضوع حساس وقد يكون لوالدته او والده او ايا كان الشاعر يقصد، فالاصل انه ما يستغل في موقف مثل هذا. ايه، ما يستغل الموقف عشان نقطه حساسه يعني. يظل رايك يا اليزيد، وشاكر ومقدر لك. يعطيك العافيه. معنا المتسابق الثالث عبد الرحمن سعد القحطاني. محمد علي القحطاني.